نعم، ضحى اليوم شهد اشتباكات في جنوب مدينة أم درمان في قربها، في كذلك استمرت الاشتباكات في جنوب مدينة الخرطوم، اشتباكات عنيفة كانت قد اندلعت يوم أمس بشكل عنيف، اشتباكات شهدت استخدام المختلف أنواع الأسلحة في مدينة جنوبي الخرطوم، كذلك شمالي مدينة درمان التي ظلت محل اشتباكات بشكل مستمر. عاد الطيران الاستطلاع للتحليق في جنوب مدينة أم درمان، كذلك كان هناك سماع لذوي انفجار أو عطش في قربي مدينة أم درمان خلال هذا اليوم في مدخل مدينة أم درمان، ولكن حتى هذه اللحظة يمكن أن نقول بأن اشتباكات اليوم أقل حدة حتى هذه اللحظة مما جرى يوم أمس. يوم أمس كانت الاشتباكات عنيفة بشكل كبير، ارتفعت وتيرتها وحدتها بشكل ملحوظ، ضوت أصوات انفجارات متفرقة، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، حتى أن هناك مناطق لم تكن تشهد اشتباكات حادة وكبيرة، لكن بالأمس شهدت بعض المناطق اشتباكات عنيفة كتخوم المنطقة الصناعية في مدينة أم درمان، حيث دار اشتباك صباح أمس استمر زهاء الساعة ونصف، كان اشتباك عنيف دوت فيه أصوات الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل مكثف ومستمر، تحديدا في محيط معسكر الاحتياط المركزي في مدينة أم درمان. شهدي، أيضا ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية والمراكز التي تقدم خدمات للأطفال والمستشفيات، وكيف تعمل في ظل هذا النقص الحاد في كل الإمكانات، أجهزة أدوية وغيرها؟ نعم، هناك تفاوت في مسألة الخدمات الصحية وكذلك توفر الأدوية، مع نقص باين في الكوادر الصحية في غالبية المستشفيات والمراكز التي تعمل. هناك مراكز كل عودة العمل لم تكن تعمل، مراكز أخرى توقفت، مستشفيات كانت تقدم خدمات توقفت فيها تلك الخدمات. الأمر يمضي بشكل متفاوت في إطار المستشفيات التي تعمل، ولكن الأشياء الملاحظ والباين هو النقص في الكوادر الطبية. هناك ندرة باينة في الكوادر الطبية، القيود الأمنية وما يجري في الأرض من اشتباكات يعيق حركة هذه الكوادر بشكل ملحوظ، تخشى أن تتعرض لأسر أو احتقال أو خلافه. هناك عدم الضمان الأمني هو يعيق وصول الكوادر بشكل ملحوظ إلى المشافي التي تعمل. كذلك في مدينة قطم ما لا يقل عن 50 قتيل، هناك أيضا صعوبات تواجه نقل الجرحى من المدينة إلى مستشفى. ألو، معك شهدي، أسمعك. هناك صعوبات تواجه عملية إجلاء الجرحى من المدينة إلى مدينة الفاشر التي تبعد عنها حوالي 120 كيلومتر. هناك إصابات عديدة جراء الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، كذلك علمنا بأن الاشتباكات قد تجددت أو اندلعت، اشتباكات أخذت طابعا قبلية في محلية أم كتاف أيضا هي في ولاية شبه دارفور. هل انعكس الوضع العسكري؟ يعني تقول أن الاشتباكات موجودة لكنها خفت، هل سمح ذلك بإدخال أي مساعدات من أي نوع إلى المناطق المتضررة جراء الصراع الحاصل؟ هناك جهود مبذولة، هناك حوالي أكثر من 100,000 طن خصصها برنامج الأغذية العالمي، غالبيتها تركز في ذرة ومواد غذائية تنتظر أن يتم توزيعها، بعضها وصل إلى ولايات أو إقليم دارفور، كذلك هناك نسبة مخصصة لولاية الخرطوم ومدنها الثلاثة، هذه ما تزال هي تواجه صعوبات في عملية إيصالها. ما وصل حتى هذه اللحظة هو المعينات الطبية، الأدوية والعقاقير والمحاليل، وكذلك هناك صعوبات تواجه توزيعها في بعض المناطق بحسب ما علمنا. المساعدات الغذائية أو تلك التي يخصصها برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات التي تمتلك مخزون هنا للتعامل مع الطوارئ، تقول بأنها تحتاج إلى
ضمانات أمنية تحتاج إلى أن يتحسن الوضع الأمني حتى يتسنى لها. نبقى في متابعة معك لكل هذه الأمور، وأشكرك حتى اللحظة الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر، كنت معنا من أم درمان، شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.